الزوجية هيتكلمنا عليها اكتر. سكوت دايما في ناس ما بتعرفش تعبر، يعني في ناس بيجي عليها مثلا عيد الام او عيد الجواز او حتى عيد ميلاد الزوجة ما بيعرفش يقول لها كل سنة وانت طيبة، ما بيعرفش يقول لها كلمة حلوة، وده طبعا الحالة بتبقى عامة. السكوت بصفة عامة في العلاقة ما بين الزوجين واللي بتنتج طبعا بعد كده سكوت في الاولاد، يعني بيسكتوا ما بيعرفوش يعبروا حتى عن مشاعرهم لاهاليهم. بس بص، هو في ناس ممكن تسمعنا دلوقتي تفهم غلط، احنا عايزين نقول ان في ايجابي وفي سلبي. اوكي ماشي. لان في صمت ايجابي جدا، زي اللي كنت قبل الفصل بتقول لي طب يعمل معايا يضربها، فقلت لك لا، ممكن يسكت يبص لها، او تسكت وتبص له في عينيه، اللي هي انت عايز تضربني، انت عايز مثلا اللي هو تجبره ان هو يتكلم، اللي هو تجبره ان هو يحترمها، اللي هو تجبره ان هو يتحدث معاها. اصل في راجل رسمها ومشي، ما كفايه مش عارف ايه بقى في الكلام اللي هو الكلام اللي بيولع الدنيا زياده. لا ليه؟ ما النهارده ابص مثلا كده قلت، بس اهم حاجه واحنا بنقول كلام له قيمه موزون. اصل انا عن نفسي شخصيا ما بستجبش للكلام اللي هو بحس انه كلام فاضي، بحس مش عايز اتكلم، عايز اسكت. فهنا بقى بسكوت سلبي بس ايجابي في نفس الوقت. يعني ايه؟ لان لو اتكلمت ممكن اغلط واللي قدامي يغلط اكتر، فبصمت، ولكن انا مش مائز، بصمت وانا متضايق، ما نفسيش ان الحال بتاعنا كان يوصل لكده مثلا. فده فن، اداه لازم نستعملها صح. لكن اللي هو بقى الصمت اللي بتتكلم عليه، هو السلبيه بقى اللي هو ما بيعملش حاجه، اللي هو طب خلاص شيل انت. مبتدا دوت كوم.